كان حياتي كامله وانا مكرفص وما خليت فين خدمت وما خليت ما سمعت الهضره باش نوصل نعمل ندخل ولادي انا نهدا بحال اللي كيقولوا قبر ديال الحياه في الاخر جينا سيدي تكرفص عليا. احنا عارفين باللي في القانون راه كاينه تدوز 4 سنين عندك يمكن لك تبيع يمكن لك تكري يمكن لك يعني عاد يمكن لك تحكم في الشقه ديالك كما بغيتي. بقيت مقابل هادشي هذا تسمحت في الخدمه ديالي ملي رجعت باش نخدم باترون جرى عليا قال لي تينا راه كتغيب بزاف. المهم كان ديك البنات بنات حاشاكم مهم ماشي هما هادوك كيخرجوا يجبلوا في الزنقه كيجيو سكرانين كيغوتوا في الدار هنايا وانتم عارفين السكن الاقتصادي راه كلشي كيتسمى عند بعضيتو. كنسمعوا الكلام الفاحش كنشموا الريحه ديال الشيشه ريحه ديال الكارو. رانا كنشوف راسي دابا انا في رجل في الدار ماشي تا رجل المهم جوج رجلين حتى في الزنقه يعني انا نقدر فهمتي في اي وقت نخرج نخرج بطانيه ونخرج ابني ومرا ديالي عيانه ونبات في الزنقه. وجوج ديال الطيقان على الزنقه جوج طيقان جوج بهم فتحهم اما جوج كراجات وطيح الحيوط وشكون اللي عطاه الحق وخصو يعني داكشي يكون مدروس بان راه طيح الحائط وراه هو راه في ريد شوسي ومفوق منو حنايا الاولي والثاني والثالث والثالث والرابع والخامس الطبقه السابعه يعني شو شحال من طبقه فوق منه يعني وهاد التشققات اللي عندنا ما يجيو وحنا ما كانوش عندنا. السلام عليكم معكم مواطن مغربي حمزه الحراق ساكن في العماره ابو عقيف مجمع مسنان الكولف. انا كنعاني من واحد المشكل كبير اللي فحال اللي نقول لك ترش لحياتي ما خلانيش ماشي في التوازن اللي كنت فيه. ملي تسلمنا الشقه ديالنا الحمد لله ما كان عندنا حتى شي مشكل فيها لان اول حاجه كيقولوها لنا قبل ما يعطيونا الساروز كيقولوا لنا شوفوا واش كاين شي مشكل عادك نتوكم الساروز. المهم الحمد لله كان كل شيء هو هذاك. احنا عارفين باللي في القانون راه كاينه تدوز 4 سنين عندك يمكن لك تبيع يمكن لك تكري يمكن لك يعني عاد يمكن لك تحكم في الشقه ديالك كما بغيتي. المهم السيد تحت منا كرا الشقه ديالو حنا جينا في الطبقه الاولى هو في ريد شوسي كرا الشقه ديالو نشيد البنات. ملي كان الحجر الصحي كانت ملي كانت كورونا لا كان دازت واحد المده شويه يمكن واقيلا شي عام هيدك. المهم كان ديك البنات بنات حاشاكم مهم ماشي هما هادوك كيخرجوا يجبلوا في الزنقه كيجيو سكرانين كيغوتوا في الدار هنايا وانتم عارفين السكن الاقتصادي راه كلشي كيتسمى عند بعضيتو. كنسمعوا الكلام الفاحش كنشموا الريحه ديال الشيشه ريحه ديال الكارو ومع ان باركو ديالنا كيطلع على باركو ديالهم يعني حاشاكم نسمه خنزه كتطلع عليا نسمه الشيشه نسمه ديال الكارو وانا فيا الضيقه كنستعمل الرابوز في حساسيه ما كنقدرش نستحمل ديك الريحه يعني ملي كندخل الكوزينه ديك الريحه كامله كنشمها. المهم هضرنا مع السيد حتى النمره ديالو ما عندناش المهم عملنا مجهودات باش وصلنا النمره ديالو عيطنا له الله يرحم والديك الله يخليك خصك تشوفنا الحل لهاد الشيء هذا راه ما نقدروش نبقاو حنايا اذا ساكنين راه تينا اول حاجه بعدا غير قانوني ويعني على الاقل كنت تسكري للناس يكونوا معقولين الناس مزيانين باش حتى الناس حتى السكان ما يتشكاوش من هاد الشيء هذا. المهم ديك الساعه دازت واحد المده عاوتاني قال غادي يسقف الباركو ديالنا كيطلع على الباركو ديالو هو قال غادي يسقفو. مشينا حنايا عند السندك مشيت عنده انا بيدي وجبرت السيده اللي مكلفه تما قلت لها شوف الله يرحمها هذيك راه السيد سقف وحنا دابا خطر علينا وعندنا العيش تيتو وعادك يعني زبقلو كران البنات ماشي هما هذوك غادي نطلعوا واحد الحويط باش نحميو الدار ديالنا. قالت لي صافي ماشي مشكل هضر معها حتى الزوج ديالي قالت له صافي ماشي مشكل صافي طلعوا هضرنا مع السكان تحت قال لك ماشي مشكل طلعوه طلعناه تطلعناه وسالينه وكلشي هو هذاك. جات قال لك لا شي ماشي قانوني شكون اللي قالتها هي لا ماشي هي جات السنديك وجا المقدم قال لك لا هادشي ماشي قانوني صافي. المهم بقات بزاف ديال المشاكل لا خصك تطيحو لا ماشي قانوني لا قال لهم الزوج ديالي لا غيطيحو حتى هو يطيح ديك التسقيفه باش تبقى الدار ديالي محميه.
قال لك اه صافي هو غيطيح هو غيطيح ما طيح واحد طيح واحد الطريف هيدا وطيحوا لنا ديك الساعه ديالنا. قلنا صافي ماشي مشكل يخلف الله وديك الساعه نشوفوا حنايا الحل لراسنا نعملوا الشباك المهم نعملوا شي حاجه اخرى. السيد خلى داكشي ديك باركو مروان ديك الحجر تماك مجلس مفتوحين حتى كنجبروا حتى كنجبر في الكوزينه سرق الزيت كيطلع عليا اليوم غدا بعدو. هضر مع الزوج ديالي قال له الله يرحم والديك راه مجلس عندك مفتوحين كيطلعوا لنا سرق الزيت وكانت الصيفيه. قال له اه صافي واخا انا غنشوف. قال له مره الاولى مره الثانيه مره الثالثه والو. كنا كنضطروا باش نعملوا الدواء ونخرجوا من الدار نبقى 3 ايام و4 ايام انا خارج الدار عاود نرجع. يعني هاد المشكل مره الاولى مع بنات مره الثانيه مع سرق الزيت دابا مع مول الحرشه وهاد التشققات كيسبب لي انني نبقى نخرج من الدار ديالي يعني نبقى 3 ايام 4 ايام خارج الدار عاود خصني نرجع. ملي كنرجع ما كنجبرش راحتي يعني في الدار ديالي واش فهمتيني. يعني كيسببنا اننا بحال اللي قال الراجل ديالي نترشوا. صافي هضر معاه على سرق الزيت ما عطاه شي اهميه بلوكاه من التليفون بلوكاه من الواتساب باش بحال اللي نقول لك ما تبقاش تقول لي المشاكل اللي كنسبب لك فيهم ما تبقاش تقولهم لي. صافي ديك الساعه مشي الزوج ديالي اتصل بالسنديك وقال له ما شنو وهضروا معاه. وديك الساعه عيط وقال له كتشكي بيا. قال له انا ما كنشكيشي بك انا مشكل عندي وتينا كضرني هضرت معاك ما سمعتيني شي عيط للسنديك سبب ديال هاد التشققات هو يعني دابا هو كانت عنده بارتما فحال ديالنا ريت سوسي وجوج ديال الطيقان على الزنقه جوج طيقان جوج بهم فتحهم اما جوج كراجات وطيح الحيوط يعني وكما كتعرفوا هذا سكن اقتصادي يعني ماشي فحال نقول لك ماشي يعني كلشي كيرا ماشي شي صح يعني درجه ان الجار ديالك كتسمعو ملي كيكون كيهضر الا كان كيطحن شي حاجه اي حاجه كتسمع يعني ماشي شي صح يعني الانسان الا ملي كيجي يصلح الدار ديالو راه كيكون متخوف. يعني هو طيح البيت حنايا اللي عندنا في البيت طيح الحيط حاشاك طواليت طيحو وكوزينة طيحه يعني فتحها كامله خلى واحد الحيط اللي كيفرق ما بين محل ومحل هذاك هو اللي خلاه. صافي هذيك الساعه ملي بدا ديك الاصلاحات بدا كيبان لنا التشققات عاوتاني السيد ديالي هضر معاه قال له الله يرحم والديك راه سببتينا في التشققات بزاف ديك الشقه اللي كانت وحده راه زادت كبرت والله يرحم والديك شوف معنا الحل راه هادشي هذا راه بزاف. قال له لا انا ما سببت لك تفشي حاجه ما عملت لك حتى شي حاجه واللي بغيتي عملو عملو انا ما عنديش مشكله تجيبها في راسك. ثاني حاجه عاوتاني جاب كره الحانوت الاولاني كره السيد كيعمل رغايف والحرشه وديك الرغايف معمرين الناس ما بدات طالعه علينا الناس حتى حنا كنطلوا يعني عليه الناس ما كطلعنا بزاف الناس ما تزيت يعني الناس ما تزيت ماشي مثلا نقول لك واحد الساعه ملي كيبدا كان كيبدا في 6 ونص من 6 ونص وحنا كنشموا الريحه حتى 6 ونص الصباح 6 ونص ديال الصباح حتى كتعمل 11 د الليل على حسب الصيفيات هنا كتعرف يعني كيتعطلوا. صافي هو السيد ديالي عاوتاني هضر معاه قال الله يجازيك بالخير راه الناس ما كطلعنا بزاف على الاقل شوف شي حل يعني عمل تمنيه عمل لاهوط شي حاجه اللي تشوف لك الناس ما باش حنايا ما نضروش حنايا ما نقطعلكش رزقك حنا معروفه يلاه جيتي وجهزتي محل وديكشي. قالوا لا صافي واخا انا غنشوف الحال ما غنشوف الحال دازت مده ما شفنا حتى شي حاجه عاود اتصل بمول الدار واخا هو مبلوكي هيدا كنشوفو محاولات التليفون ديالي باش يرد عليه صافي جاوبو قالوا صافي واخا انا غادي نشوف هاد الحل هذا وما كاينه حتى شي حاجه. صافي من تما حنا بقينا دابا ساعه نهاودو عنده كيقول له الراجل ديالي الله يجازيك بالخير انا عندي مره مريضه وما كتقدرش تستحمل انها تبقى نبقاو جالسين حنايا في الدار الناس ما كتطلع بزاف راه كترجع الصاله هنايا كامله مضببه بركو فيه الناس ما دزيت بزاف بيت هاتو مع دخلوا له عندي خاوي ما كنقدرش ندخل ليلو بحال مشينا عند مقدم قال لك خصك تعمل شكايه وهذه باش تجي لجنه وتشوفوا وان شاء الله يكون خير. صافي ديك الساعه عملنا الشكايه ديالهم الشكايه الاولى كنت عملتها في الصيف وما شفنا منها حتى شي نتيجه
وديك الساعه مع كان الزوج ديالي خدام وداكشي ما كانش عنده الوقت. ديك الساعه عملنا شي كاي جديده وديك الساعه عمل بها بالضبط بان من كنضروا تشققات وكنضروا من السيد فتح محل تجاري غير قانونيه وشكون اللي عطاه الحق وخصو يعني داكشي يكون مدروس بان راه غطيح الحائط وراه هو راه فريد شوسي ومفوق منه حنايا الاولي والثاني والثالث والثالث والرابع والخامس الطبقه السابعه يعني شوف شحال من طبقه فوق منه يعني وها التشققات اللي عندنا ما يجيو وحنا ما كانوش عندنا واش فهمتيني يعني ملي بدا كيطيح ديك الساعه بداو كيبانوا وحنايا شوف شحال من طبقه فوق منه يعني الله يحفظ في اي وقت ما نقدروش نعرفوا شنو كاين صافي ملي السيد ديالي عمل الشكايه دفعنا النقيده وكنا صراحه الله كننتظروا من قايده غتعمل يعني المجهودات ديالي لان اول حاجه السيد فتح غير قانوني يعني كان سبارت مرده محل ثاني حاجه بان راه كيدور السكان بديك النسمه وديك الشيء راه معروفه ما عملت لا لاهوت لا تشيمينيه ما عملت حتى شي حاجه ما شفنا حتى شي حاجه قالوا لنا باللي خصكم هادشي كاينه تدفعوها للولايه والوكاله الحضريه صراحه الله الوكاله الحضريه كانوا جاوبونا بانهم يعني توصلوا بشكايه ديالنا ودرسوا الامر وهذه وصردوها وقال لك اتصلوا بالقايده المهم الامور ماشيه مزيانه حتى كنقولوا الامور ماشيه مزيانه ملي كتوصل لهنا ما كنعرفوش شنو كيوقع ومؤخرا كنت مشيت بيدي عند المقدم وكان قال لي راه غادي تخرج لجنه ما تخرج لجنه وواحد النهار حتى كنت انا في الدار وجا مقدم معاه جوج د الناس واحد السيده واحد السيد وقال لي راه جات اللجنه باش تشوف الشقات اللي عندك في الدار صافي وريت لهم الشقات مشاو في حالهم الرجل ديالي ملي جا عيط له قال له ديك الناس اللي جاوا معاك من زعما شكون نوما قال له تينا نمنع ما تي الشكايه قال له عملت للوكاله الحضريه والولايه قال له وصافي هما هذوك اللي جاوا وحنايا اتصلنا بالناس ديال الوكاله الحضريه قال لي انا اصلا المدير اللي غادي يمضي على الشكايه ديالك باقي حتى ما مضاش عليها لانه هو كان كونجي يلاه دخل والوكاله والولايه باقي ما صردوا لا لجنه لا حتى شي حاجه ما عرفناش ديك اللجنه المهم ديك الساعه قالوا لنا مشيو عند القايده وتعطيكم شكون هما هاد الناس اللي جاوا عندكم ملي مشينا قالنا هاد الناس من المقاطعه ومن الجماعه قلت له اعطيني محضر باش نعرف هاد الشيء هذا شنو يعني شنو كتبوا فيه شنو عملوا هاد الناس هادو شكون هما اللي جاو عطيني الاسومات ديالهم نعرف شكون هما هاد الناس هادو قال لي انا ما يمكنش نعطيك الاسومات وما يمكنش نعطيك المحضر يعني خصني حتى ما نقدرش نعطي لك شوفوا هيداتنا كتشوف نجبروا بان راه قايده راه جات عاملينها بان راه جات هي وجوج الناس امراه وراجل ملي ساقتي مقدم قلت له وانت هنا جيتي قايده ما جاتش قال لي انا كنمثل قايده قلت له ماشي مشكل تينا كتمثل قايده ولكن اعطيني محضر قال لي لا والو المحضر ما كيتعطاش وهي هذيك عملنا الشكايات ديالنا وكنشوفوا ما توصلنا حتى شي حاجه وانا هادشي هذا راه ضرني بزاف انا باش بقيت مقابل هادشي هذا تسمحت في الخدمه ديالي ملي رجعت باش نخدم باترون جرى عليا قال لي تينا راه كتغيب بزاف دابا انا جالس مقابل هادشي هذا ما جبرتيش كل اللي ينصفني ما جبرتي حتى شكون اللي يعطيني شي حاله ولا يد المساعده مع ان الراجل راه هو باين راه خارق القانون واضح اللي كيفهم في القانون راه يعرف شنو كاين راه هذا سكن اقتصادي ما يمكنش 4 سنين راه الدوله كدعمو 4 سنين عاد عندك الحق عيت كره ما بالك انت عاد تفرع بارطمان وعتمل فيها محل تجاريين وعاد دور السكان وعاد تجيب مول الحرشه يعني هادشي هذا بزاف راه اثر عليا بزاف رانا دابا انا جالس كنتمنى المغاربه يتعاطفوا معنا ونجبروا شي حل لهادشي هذا راهي انا المطالب ديالي يجيو يشوفوا هادشي هذا وهذا الراجل هذا واللي تابعينا ياخذوا الجزاء ديالهم يعني علاش انا يتعدوا عليا رانا كنشوف راسي دابا انا في رجل في الدار
ماشي ترجل، المهم جرج لينا حتى في الزنقه، يعني انا نقدر فهمتي في اي وقت نخرج نخرج بطانيه ونخرج ابني ومرا ديالي عيانه ونبات في الزنقه، حيت انا صافي انا كنحس براسي رجعت عالي على الوالدين ديالي ولا النساب ديالي، كل مره ماشي عنهم كل مره رجع عنهم، خني مسؤولين حسوا بيا، علاش ردوا الحكره هذه؟ علاش؟ حياتي كامله وانا كان حياتي كامله وانا مكرفص وما خليت فين خدمت وما خليت ما سمعت الهضره باش نوصل نعمل ندخل ولادي انا نهدا بحال اللي كيقولوا قبر ديال الحياه في الاخر يجينا سيدي تكرفص عليا، علاش نعمت له انا؟ علاش؟ تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.